الليرة السورية تحافظ على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة. ومجلس الشعب السوري يحيي مشروع قانون حل التشابكات المالية إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته. وخبير اقتصادي يتحدث عن حصاد انهيار العملة الوطنية السورية خلال 2023 ويفند أسباب الهبوط. واستقرار أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية استقرار سعر الأونصة عالمياً. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. حافظت الليرة السورية على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023. وكشف التقارير أنه منذ بداية 2023 قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من 7000 ليرة سورية في بداية العام إلى نحو 14000 ليرة، ومعه ارتفعت الأسعار بشكل قياسي. وأوضحت التقارير أنه واكب ذلك باب تصدير الخضار والفاكهة إلى دول الجوار. ورغم أهمية ذلك للاقتصاد الوطني فإنه رفع أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المحلي حتى أصبحت معظم أصناف الغذاء حلما صعب المنال للغالبية العظمى من السوريين. وتعليقا على أسباب تراجع وانهيار العملة الوطنية السورية والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها منذ بداية العام الجاري، قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن التضخم النقدي يشبه كرة الثلج المتدحرجة من الأعلى والتي يزداد حجمها مع سرعتها إذ لم يتم إيقافها. وذكر جورج خزام أنه بتاريخ 1/1/2022 كان سعر الدولار لدى مصرف سوريا المركزي 2512 ليرة، وبتاريخ 31/12/2022 أصبح سعر الدولار لدى المصرف المركزي 3015 ليرة، أي مقدار زيادة 503 ليرة بنسبة تضخم نقدي 20.2%. وأضاف الخبير الاقتصادي جورج خزام إنه بتاريخ الآن بلغ سعر الدولار في المصرف المركزي 12625 ليرة بمقدار زيادة 9610 ليرة، أي نسبة زيادة التضخم النقدي 318.74%. ومقدار الزيادة بانهيار الليرة السورية بعام 2023 هو 298.72%. وأكد جورج خزام أن انهيار القوى الشرائية للرواتب الضعيفة سوف يظهر على شكل تراجع كبير. بالطلب على البضائع بالأسواق والمزيد من الكساد والبطالة وارتفاع بسعر الدولار. كما أضاف الخبير الاقتصادي أن انهيار الليرة السورية أدى لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشريها الراتب الضعيف جدا، والمزيد من انهيار الصحة العامة كون أسعار الأدوية ليست بمقدور الغالبية التي تعاني بالأساس من سوء التغذية بسبب ارتفاع الأسعار، ومعه المزيد من تهديد للصحة العامة وانتشار للأمراض. ومحصلة ذلك في النهاية مزيد من الضغط على المواطن السوري البسيط الذي يكافح لتوفير نفقاته هو وأسرته في ظل ارتفاع عام في أسعار جميع السلع. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي سجل متوسط سعر الدولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12600 ليرة وفقا لنشرة الحوارات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14000 ليرة للبيع و13800 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار هتساوي
1,380,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، مجلس الشعب السوري يحيل مشروع قانون حل التشابكات المالية إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستها. وفي التفاصيل، عقد مجلس الشعب السوري جلسته 31 من الدورة العادية 10 للدور التشريع 3، وتم خلال الجلسة عرض تقرير مكتب المجلس حول تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتعلقة بمشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الإضافية على الموازنة العامة للسنة المالية 2023. وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه. وقدم وزير المالية أمام مجلس الشعب البيان المالي الوزاري حول الاعتمادات المضافة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وأشار فيه إلى أن هذه الاعتمادات بلغت 1,300 مليار ليرة سورية، تتوزع على 500 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و800 مليار للاعتمادات الاستثمارية. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، فقد سجلت استقرار ملحوظ على خلفية استقرار سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين سجل الدولار في دمشق 14,000 ليرة للبيع و 13,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14,100 ليرة للبيع و 13,900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14,500 ليرة للبيع و 14,400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14,550 ليرة للبيع و 14,450 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14,500 ليرة للبيع و 14,550 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14,400 ليرة للبيع و 14,300 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15,068 ليرة للبيع و 14,848 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,302 ليرة للبيع و 10,146 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17,568 ليرة للبيع و 17,308 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 484 ليرة للبيع و 475 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,736 ليرة للبيع و 3,679 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45,537 ليرة للبيع و 44,862 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,813 ليرة للبيع و 3,755 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3,845 ليرة للبيع و 3,787 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19,722 ليرة للبيع و 19,432 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10,697 ليرة للبيع و 10,545 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 453 ليرة للبيع و 444 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 901,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 791,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 678,000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2,004.49 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,406,000 ليرة سورية اللي بتساوي 451.14 سنت، وسجلت أونصة الفضة 326,756 ليرة سورية اللي بتساوي
23 دولار فاصل 1 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10506 ليرة. نكمل جولتنا للاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الاثنين، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.